امبارح انطلقت فعاليات الدور السابع للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. يمكن الاحتفالية دي يا جمانة تحديدا كان فيها كبار النجوم، لأنه كان بيعتبر ملتقى بينظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة تحت شعار الحياة الحلوة، وهتستمر لحد يوم 29 سبتمبر الجاري. امبارح كمان كان في احتفالات شارك فيها فنانين الكبار صفاء أبو السعود، هاني شاكر، كمان مع مجموعة من أولادنا من ذوي الهمم اللي أبدعوا في لوحات فنية وغنائية هيستمر خلال أيام المهرجان. نحن مشاركين هلا أول شيء بفرقة فولكلور السوري، ثاني شيء نحن مشاركين شيفات محكمين لذوي الهمم او الاحتياجات الخاصه، يعني اول سنه نحن بنشارك كشيفات وبندرب الناس او اولادنا على هيك شيء. انا حضرت عشان اعمل اغنيه رقصه مع صفاء سعود ورنا شوقي وسيس طارق، ورحنا لقاعه موسيقيه عملنا التمرين شكرا مع مخرج وال ما صفاء سعود. والله انا يوم حلو جدا، بسط يعني بجد، يعني اقول لهم شكرا شكرا. شكرا عشان معاكم. ملتقى اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصه في عامه السابع وتحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحقيقه تحول الى مجموعه مهرجانات مع بعض من كتر الفعاليات المتنوعه اللي احنا بنشتغل فيها كل سنه بقالنا 7 سنوات. يعني فهو مجموع خليط بين مهرجان سينما ومسرح واستعراضات وغناء وفنون تشكيليه، كل اتجاه فني موجود فيه فعاليات عالميه ودوليه. مشترك معنا السنه دي 41 دوله سواء عربية، إفريقية، أوروبية. مبسوط قوي إني موجود النهاردة، واليوم مختلف واسمه الحياة حلوة، وإحنا محتاجين نحس إن الحياة حلوة فعلا الفترة دي. عامل أوبريت اسمه شكرا، لأن الأطفال هم اللي بيقولوا شكرا لأهاليهم، لأن دايما إحنا بنبص على الأطفال مش بنشوف التعب اللي بيتعبوه أهاليهم معاهم برضو. فدي رسالة موجهة من الأطفال لأهاليهم النهاردة في أوبريت شكرا لمصر اللي مجمع الناس دي كلها، أكتر من 41 دولة. شكرا لفخامة الرئيس لأنه برضو شاور على الناس دي، وقال في أحد اللقاءات إن ربنا بيرزقنا بيهم كمان. إحنا في صحيح بقالنا 7 سنين بنشتغل معاهم، بس السنة دي أنتوا هتستغربوا، أنتوا مش هتعرفوا تفرقوا بين أولادنا العاديين وأولادنا ذوي القدرات، لأن هم اللي بقوا دلوقتي يعني الواجهة المشرفة. وبعدين اللي حاصل دلوقتي، أنا كل سنة بقول لكم ده مهرجان حب، ده مهرجان كل الناس بتتعاون، لا، السنة دي وهقولها فعلا تاني على المسرح، ده مهرجان العشق، لأن كل الناس بتحب بعضها. يمكن الشعار للنسخة السنة دي من المؤتمر الحياة حلوة، وهي فعلا الحياة حلوة بوجود ذوي الهمم وإعادة دمجهم مرة تانية في المجتمع. ومن هنا كمان بنوجه رسالة شكر مش بس للسيد الرئيس اللي ادى حقوقهم ل يعني وجه بوجود حقوقهم في المجتمع وإعطاء كافة حقوقهم في المجتمع وتذليل كل العقبات أمامهم. شكرا أيضا كمان يا جمانة لكل الأهالي اللي قدروا طبعا اللي هم يدعموا ولادهم ويقفوا جنبهم وينموا مهاراتهم لحد ما نشوفهم النهاردة بيتم دمجهم في المجتمع. طبعا وشكر موصول لكل مدرس وكل مدرسة وكل شخص قدر ان هو يقوم بدور ولو بسيط، حتى في انه يحسن من نفسية او ان هو يزود ثقة طفل من اطفالنا من ذوي الهمم في نفسه، ويحس ان هو واحد مننا، وانه بالعكس هو مميز، هو مش ما عندوش مشكلة، هو مميز عننا بشكل من اشكال. صحيح. الله خصه بميزة تخصه هو، زي ما بنقول كلنا مختلفين ولازم كلنا نتقبل اختلافات بعض ونتعامل ونتعايش معها.